مرحبا يا اخواني، كل ما نقول الانتقادات للملاك التدريبي للمنتخب الاولمبي هدفها مستهدفين بها الكابتن راضي شنيشيل، وبعضها لاسباب طائفية وبعضها لاسباب اكو شخص استبعد راضي يوما مع المنتخب الوطني وهو يحرك الصفحات هاي بتمويل من عنده، البعض يكذبنا ويقول لا، وشنو دليلك؟ اخر شيء استدعاء للاعبين، قائمة طويلة راح تقلص، كثير منهم بعضهم محترفين وبعضهم محليين وبعضهم لعبوا بالمنتخب الوطني او استدعوهم او احتياط. طبعا هذا بالتشاور مع الاتحاد العراقي والكابتن عدنان درجال مرحب، وكاساس ايضا مدرب المنتخب الوطني مرحب، وما راح يصير تعارض لان لعبة الاولمبي بالنيسان والوطن راح يلعب بالثالث. زين، وبعضهم انديتهم اصلا ما راح توافق بالاولمبي لان مو ايام من الفيفا دي، لكن اكو عراقيين شتم راضي شنو شلون يستدعي لاعبين من المنتخب الوطني. فسروها انتم، هاي لاعبين ذولا اللي استدعاهم راضي شنيشل بعضهم هم كانوا يا وطني، العفو اولمبي، وكاسا استدعاهم وطني بعد ما كانوا بالاولمبي، يعني هم اساسا وطني. وهو الرجال صرح اكثر من مره، ونزار اشرف مساعده قالوا ان الوطني مفضل، واي لاعب لو اللاعبين كلهم يريدهم الوطني ياخذهم. زين، كاساس يدرب منتخب موزمبيق وما هو يدرب المنتخب العراقي. الكرة العراقية تشمل وطني أولمبي شباب، والتداول بين هاي الفرق عادي، يعني كلها تمثل العراق. فالاتحاد سمح الراضي انه يستدعى اي لاعب حتى لو من الوطني. فوين المشكلة يعني؟ انتم المعترضين شكوا، واحد شايل الحيطة وواحد مبتلي بيها. الاتحاد منظومة واحدة، الاتحاد مدربينه، عنده مدرب للوطني وعنده مدرب للأولمبي وعنده مدرب للشباب، يسوي افكار، تتزاوج افكار لمصلحة العراق. انتم سكتوا وكفونا شركم.